مساء الخير عليكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة ومميزة جدا من برنامجكم وبرنامجنا A to Z على قناة الصحة والجمال. النهاردة الأربعاء الموافق 14/10/2020. الحقيقة إحنا عارفين كلنا إن إحنا في موسم الانتخابات البرلمانية، ودايما بنكون متشوقين إن إحنا نعرف الكثير عن المرشحين في هذا السباق الانتخابي لمجلس النواب 2020. عايزين نعرف رؤيتهم، وعايزين نعرف برنامجهم الانتخابي، وعايزين نشوف اكتر مين الشخصيات اللي بتكون على قدر كبير من الكفاءه ان هي تحصل على كرسي البرلمان، وانها تكون نائب عن مش بس اهل دايره المرشح، ولكن نائب عن الشعب اجمع. علشان كده هيكون معانا النهارده ضيفنا الكريم المرشح استاذ او المستشار ياسين ربيع ابو دعمه، وشهرته ياسين ابو دعمه، مرشح عن دائرة كرداسة رمز الصقر رقم 4. هنطلع نشوف تقرير مع بعض في فاصل صغير كده، ونرجع نرحب بضيفنا تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وبعد. الحمد لله، قد رزقني الله سبحانه وتعالى بذرية صالحة، وهذا من فضل الله علي. رزقني بياسين، والحمد لله هو محامي بالاستئناف ومجلس الدولة، ورزقني بإبراهيم ضابط في القوات المسلحة برتبة مقدم، ومحمد محاسب بكالوريوس تجارة إنجليزي، والحمد لله في بنك مصر. وياسين حينما عزم على الترشح جاءني واستشارني وقال: يا أبي، أريد أن أدخل هذه الدورة. وقلت له: يا بني، هذا الأمر هو أمر الله عز وجل، فإن كان لك نصيب بإذن الله تعالى سوف يحقق لك أمنيتك وتنجح بإذن الله، والبشرى الطيبة لك. يقول الله عز وجل: وإن يردك الله بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده، وهو الغفور الرحيم. والحمد لله رب العالمين بأنني أدعم ابني ياسين، وأشجعه على اكتساب هذه الدورة. وهناك من المبشرات أن عائلات كثيرة من البلد يدعمونه، عائلات المعتمدية كلها ترشح وتبارك لياسين، ويتمنوا له الخير والتقدم والازدهار من أجل التغيير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يوفق ياسين ابني في المسيرة وينجح في الانتخابات، وربنا معاه ويوفقه يا رب حق رسول الله، ويصلح له حاله، ويحبب فيه جميع الناس، ويجعله خيار للناس كلها، يجعله يعني للناس كلها خير كده، ويصلح حاله ربنا. بسم الله الرحمن الرحيم. مع حضراتكم الأستاذ سماح أنور عبد المنعم، محامية زوجة الأستاذ ياسين المرشح عن دائرة كرداسة. طبعا ياسين اول ما اتخذ قرار الترشح كلنا دعمناه، واستخنا ربنا ان شاء الله، ونتفائل بيه خيرا ان شاء الله انه يغضب عن دائرة كرداسة، لانه هو من الشباب المثقف الواعي قانونا، فاهم في القانون كويس، مثقف، وان شاء الله يقدر يغضب الدايره ويكون قد المسؤوليه ان شاء الله. كلنا معاه وبندعمه. احب اناشد اهالي دائرة كرداسة انهم يدلوا باصواتهم ويمارسوا حقهم القانوني في الانتخابات بطريقة إيجابية، بعيدا عن أي ضغوطات وأي
أي ضغوطات سياسية أو بعيدا عن الفساد المالي اللي احنا بنشوفه. رجعنا لكم تاني أعزائنا المشاهدين. الحقيقة يعني أنا سعيدة جدا من وجود في هذا السباق البرلماني وجوه شابة جديدة، ويعني احنا دايما بنشوف حتى على السوشيال ميديا ان الناس كلها بتتكلم ان شباب الشباب الشباب وكل الناس بتترشح. دي حاجة كويسة وحاجة بتؤكد ان احنا عندنا ديمقراطية سياسية بتتيح الفرصة لأي حد شايف في نفسه هذه القدرات والمسؤولية الجادة ان هو يكون نائب عن الشعب. فدي حاجة تسعد الشعب جميعا ان عندنا شباب قادر على انه يقول كلمته، قادر على انه يعرض نفسه بشكل محترم. اعتقد ان هيكون عندهم طموح في ان هم يوصلوا ببلدنا للتغيير للاحسن والافضل ويحطوا بصمة للاصلاح الحقيقي. علشان كده انا شفت من هؤلاء الشباب استاذ ياسين ابو دعمه المرشح عن دائره كرداسه واللي هنرحب بيه دلوقتي. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا يا دكتوره. احنا الله يخليك، ربنا يخليك. احنا شفنا طبعا التقرير معانا، يعني الوالد والوالده وزوجة حضرتك هم اعتقد اقرب ثلاثه او المقربين لحضرتك فبيدعموك لهذا القرار للترشح. الحمد لله. قبل ما نتكلم عن قرار الترشح، حضرتك تدينا وتقول للمشاهدين نبذه او نبذه مختصره عن ياسين ابو دعمه. تمام. اولا بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم ياسين ربيع ابراهيم عبد المنعم خليل ابو دعمه، وشهرته ياسين ابو دعمه، مرشح عن دائره مركز كرداسه فردي مستقل رمز الصقر رقم 4. اولا حاصل على ليسانس حقوق دفعه 2004 من جامعه القاهره، حاصل على دبلومه اداره الموارد البشريه من جامعه القاهره عام 2009. بعمل بمهنه المحاماه ومقيد بالمحاماه، محامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة. اهلا بيك حضرتك، ويعني سي في مشرف، ويعني انا بحترم جدا رجال القانون لان مجلس النواب البرلمان هو يحتاج لحد عنده رؤية وعنده خبرة في القانون والدستور. طيب نتكلم بقى شوية عن اتخاذ قرارك لانك تنزل لهذا السباق العنيف السنة دي. والله هو تم اتخاذ القرار والحمد لله يعني بدراسة جيدة، لأن أنا اتخذت القرار ده من خلال دراسة جيدة ومن خلال المعاناة اللي احنا شفناها خلال دورتين كاملتين لمركز كرداسة بجميع قرى مركز كرداسة. يا فندم احنا للأسف الشديد في الدورتين السابقتين لم يقدم أي خدمات لمركز كرداسة على الإطلاق إلا قليل القليل، في حين أن مركز كرداسة يحتاج ووقف جنب النواب ووقف جنب الساده اللي هم يعتبر اعضاء مجلس الشعب الحالي. اللي ادينا لهم اللي ادينا لهم اصواتنا، بس للاسف الشديد الساده اعضاء مجلس الشعب يعني قالوها كده يعني صراحه. يعني قالوها صراحه. قول لي اللحظه الفارقه بس يا سياده المستشار، يعني اللي خليتك كمواطن وكمن من ابن من ابناء دائره كرداسه، اللي خليتك تقول انا لازم انزل ولازم ارشح نفسي عشان اتكلم بصوت اهل الدائره. اولا الناس، لان انا اصلا موجود وسط الناس ودي نعمه من عند ربنا، وبحس بالناس وبشوف نبض الشارع ايه. فانا دلوقتي للاسف الشديد احنا مرينا بكذا تجربه وبالاخص في المعتمديه، يمكن حضرتك شفتي في ساعه ازمه كورونا طبعا الحظر اللي تم على على قريه المعتمديه 14 يوم، اللي انا بعتبرهم أسوأ 14 يوم مروا بيها اهالي المعتمديه وبرك الخيام. تمام يا فندم، احنا للاسف الشديد اعضاء مجلس الشعب ما كانوش شايفين المعتمديه وهم السبب في الحظر ده، لان للاسف خدوا فيديو من على السوشيال ميديا صدروه، وده كان غير صحيح وكان غير يعني مش على امر من الواقع. واللي كان بيتم من الحظر في الوقت دوت كان حظر امني، واتكلمنا كلنا في الموضوع ده والساده الاعلاميين ناس كتيره اتكلموا في الموضوع ده، وفي ناس محترمه برضو من اهالي المعتمديه ونعتبرهم من القامات المعتمديه اتكلموا في الموضوع ده، زي استاذ جمال الفي واستاذ احمد عامر الصعيدي وعدد كبير من الناس المحترمه اللي اتكلموا في الموضوع ده. وقلنا ساعتها ما ينفعش
ما ينفعش ان السادة اعضاء مجلس الشعب يتحدثوا بلسان السوشيال ميديا، لابد ان يتحدثوا بلسان حال المعتمدية. وما حدث في المعتمدية وازمة كورونا كانت على جمهورية مصر العربية كلها. ده حقيقي. ليه اللي حصل؟ ايه السبب ان اللي يحصل ده مع المعتمدية اللي احنا ناخد 14؟ يعني حضرتك حسيت يا فندم، يا فندم ده السوشيال ميديا كله بالكامل، السادة الاعلاميين اكبر عدد من الاعلاميين اتكلموا في الموضوع دوت وقالوا بقى ساعتها ان فعلا اللي حصل في المعتمدية ما كانش يستحق هذا الامر. احنا للاسف الشديد اتسوقنا تسويق خطأ، بقت المعتمدية بلد الوباء. لا، المعتمدية ما كانتش بلد الوباء. طيب خليني اقف عند ازمة كورونا وحضرتك، يعني بما ان حضرتك بتتكلم عن السادة النواب الحاليين، فانا عايزة بس يعني تقولي انت لمست في الدايره بتاعتك ان ما كانش فيه الاهتمام الكافي لحالات كورونا اللي موجوده. كلمني يعني، كلمني عن الحته دي في عجاله. كان في بعض المخاطبات لوزاره الصحه، احنا دلوقتي بتقولوا ان المعتمديه وبرك الخيم كان فيها عدد حالات كبيره، فين ده؟ احنا ما حصلتش حاله مسح واحده جوه المعتمديه وبرك الخيم. تمام. حاله مسح واحده، كل اللي تم يا فندم بصراحه كده، كل اللي تم انه بعض الشو من السادة أصمصرة الانتخابات اللي هم كانوا طبعا بيجروا طبعا على السادة المرشحين أو اللي هينوا الترشح، يلا عايزين نرش كل اللي بيعملوا اللي احنا بنرش وبننظف الشوارع وده كله. طب هو احنا فيه؟ انتوا دلوقتي معلش كإدارة تنفيذية المعتمدية اتحطت في وضع الحظر، انتوا قلتوا انت تمام اللي هو الحظر طبي، طب فين دلوقتي اللي تم؟ مفيش اي حاجه من المواضيع دي تمت. وكان في بعض ساعتها المناشدات لوزاره الصحه، وكان في بعض المناشدات للسيد المحافظ المحترم، لانه ساعتها قال فعلا ان المعتمديه امنه، المعتمديه يعني ما كانش المفروض اصلا يحصل عليها الحظر. يعني حضرتك على رغم واهل الدايره ساعته في ان انتوا تغيروا الصوره. كلنا كنا يعني في حاله هم وحزن شديد يا فندم. حضرتك في ساعه ازمه كورونا ديك في عدد كبير توفى على الدائري اللي هو بيفصل ما بين المعتمدية ومركز كرداسة وبيبين مركز بولاق الدكرور. على الدائري حضرتك والله أكتر من حادثة وأكتر من حالة وفاة لسبب بسيط، اللي فيه ناس بسيطة كانت يعتبر اللي هو اليوم بيومه، اللي هو راجل بيشتغل اليوم بيومه. من هنا حضرتك أخذت قرار حسيت إن بالمسؤولية. لازم حسيت بالمسؤولية من واقع المسؤولية، إن المفروض يكون في حد محترم يمثل مركز كرداس، إن المفروض يكون في حد يكون في الشارع، يكون فعلا محب لجميع كرة مركز كرداس، يقدر يتكلم على لسانهم يا فندم. تمام. بس للأسف الشديد إحنا ما شفناش دوت، وكنا أسأنا الاختيار. أنا بقولها وبقولها صراحة، ومش من شخصي بس، ده من كل الناس، من جميع الناس على جميع كرة مركز كرداسة. احنا أسأنا للأسف الشديد الاختيار، وده بسبب لازم أوضحه. فضل. ان في عدد كبير من الشباب مهمش نفسه، وده الوقت اللي أنا بتكلم مهمش نفسه بيتم تهميشه. لا يعني همش بفرق. نفسه بسبب ان هو شاف معلش الانتخابات اللي فاتت. انا دلوقتي انا راجل محترم، الشباب في شباب عدد كبير من شباب مركز كرداسة بجميع كرة شباب محترم، وفي رجال كثيرين وعائلات كثيرة محترمة مش هتقبل ليها تنزل عند المدارس او في اللجان، واحنا شايفين ان اللجان فيها شنط عمالة بتتوزع فلوس على الناس عشان يشتروا اصواتهم. فقدوا الامل يعني. طبعا يا فندم انا دلوقتي راجل معلش بحترم نفسي وبحترم شخصي، مستحيل اللي انا هبقى ماشي في مكان يزال يعني يشار الي بهذا الامر. انا دلوقتي ابسطها، ده بيقول لك يا عم ده بيشتروا الاصوات، ده في كرتونه، ده في مش عارف ايه. فطبعا كلنا للاسف الشديد همشنا نفسنا وبعدنا، فاحنا بنقول لا. تمام. احنا السبب في سوء اختيارنا لان احنا همشنا نفسنا. فدي دعوه للشباب من خلال برضو الكلام اللي انا بدعو الشباب جميعا، لازم نقف ولازم نتحد ولازم نتكاتف. دلوقتي مفيش حد بيضحك عليها استاذه. صحيح. والله الشباب، انا ما في حد بقعد معاهم من مجموعات الشباب المحترمه على جميع كره مركز كرداسة، الا لما الشباب كله بالكامل يقول له يا استاذ ياسين بنفس النص كده احنا خلاص تعبنا، تعبنا من الناس ديك. فانا بقول لهم دلوقتي جه دورنا، جه دورنا اللي احنا نتكاتف، جه دورنا ان احنا نطلع الافكار الجميله اللي جوانا. ومن خلال السوشيال ميديا والله على الصفحات بتاعت ابناء المعتمديه او جميع الصفحات اللي موجوده سواء في بريك الخيم او نهي البلد او كرداسة او بني مجدول او كفر حكيم او قنبره يعني او برواش، كلها بالكامل بتتكلم في هذا المبدا. واللي هي مش عاجبها الحال، احنا دلوقتي عندنا نقص كبير جدا جدا في الخدمات البسيطه، الخدمات اللي هي المفروض واجبة علشان مين؟ عشان الناس البسيطة. يمكن أنا ما بحبش أقول كلمة الغلابة، لا، بس في فعلا ناس غلابة. تمام. وفي فعلا ناس بسيطة محتاجة. تمام. ده اللي احنا يعتبر من خلال مسؤوليتي اللي أنا شايف إن أنا المفروض عليا كواجب بصفتي كراجل قانون وكراجل متواجد في وسط الناس، اني شايف ان دي من مسؤولية عليا ان انا سبب يكون ده لترشحي. هنقف عند هذه النقطة. تمام. ونطلع مع بعض اعزائنا المشاهدين نشوف تقرير صغير ونرجع لكم تاني.
معاكم ابتسام سعيد واستاذة سمر واستاذة احلام. احنا مع الحملة الانتخابية بتاعت استاذ ياسين ابو دعمة، ونحب ان احنا نعلى بالانتخابات للشباب عشان هو حد محترم، حد مثقف، وعن دايرة المعتمدية. احنا بنحب نشوف المعتمدية ان شاء الله في اعلى مكانة اكتر من الاول، عشان خاطر هو بجد حد متعلم ومثقف وعنده دراية كاملة بمشاكل المعتمدية، وعايز فعلا يحلها. واحنا عن ثقة فيه، اولا في ربنا ثم فيه، احنا حابين نكون في ظهره ونسنده، ونحب الناس تدعمه، لان هو حد بجد من عيلة مثقفة ومن عيلة محترمة ومن الناس المجتهدة والطموحة اللي ان شاء الله نعلى بيها. استاذ ياسين ابو دعمة شخص كويس ومحترم جدا بصراحة. بصفتي محمود ابو دعمة تطوعت ان انا اكون في فريق عمل الاستاذ ياسين ابو دعمة، مرشح لعضوية مجلس النواب 2020. الاستاذ ياسين ابو دعمة راجل حر، راجل محترم، رافض لمبدأ المال السياسي، مرشح نفسه من اجل خدمه دايره كرداسة ومن اجل مستقبل افضل. اخوكم محمد الجمل من قريه المحتمديه، واتشرف ان انا من بلد المحتمديه. انا حضرت الندوه بتاعت استاذ ياسين ولقيت كلامه كله صح عن المشاكل اللي احنا بنعانيها. اسمي عبد الله عبد الهادي من بيت ابو صالح من المعتمديه، وجالي وكده دعوه للاستاذ ياسين ابو دعمه، تمام، ان اول مره على دايره الانتخابات عامه من سنين ان يجينا منتخب، يعني واحد في منتهى الاحترام، واحنا شخصيا كشباب بنحبه جدا. استاذ ياسين ابو دعمه بتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان هو اللي ياخد الدوره ديت، لان هو بيحب الشباب، بيحب فكر الشباب، بيتمنى لنا حاجات كويسه جدا، وبيتمنى ان هو يفعل مش كلام. والاول مره على دايره الانتخابات يجي لنا واحد يرفض المال السياسي، ودي اكتر نقطه احنا بنتكلم فيها على دايره كرداسة عامه، تمام، وابناء المعتمديه ليس بلد الكرتونه، تمام، واحنا بنحب الاستاذ ياسين ابو دعمه جدا. اسمي محمد عطيه الحمري، صديق الاستاذ ياسين. طبعا اول ما رشح نفسه في الانتخابات قلنا ان هو ده الشخص المناسب في المكان المناسب، كلنا هنبقى موجودين معاه قلبا وقالبا ان شاء الله، هنتلاقي على ايده التطوير والخير ان شاء الله اللي هيعم على الدايره كلها، هنتلاقي فيه جديد، هنتلاقي فيه انجازات، مش هنسمع كلام على ورق وعلى ارض الواقع مش هنتلاقيه. داخل بكل حماس، حاطط امل كبير على الناس، الناس هي اللي هتدعمه، مش هيشتري صوت حد. هو جاهز بايد الناس وبدفع الناس وبدعم الناس ليه. شكرا. محمد خليل ابو دعمه، ابقى عم برضو الاستاذ ياسين، ابوه اخويا الكبير. اللي احنا بنقوله ان ياسين الحمد لله متربي تربيه كويسه ووارث الخدمه، ان يخدم الناس عن ابوه. أبوه مفتش بالمساجد دايرة كرداسة كلها، وعمه الشيخ ناجح أبو دعمة برضو إمام مساجد. فإحنا متفائلين خير إن شاء الله بالأستاذ ياسين، إن هيخدم إن الدايرة فعلا كل الخدمات اللي يقدر يجيبها، لأنه راجل عارف القانون كويس جدا، وعارف المشاكل اللي إحنا بنعاني منها باستمرار. فربنا يسهل وربنا يكرمه يا رب، وينجح ويحقق لنا وعد مننا، من عيلة ابو دعمة كلها، ومن ابوه ومن اخوه ومنه، ان احنا كلنا هنبقى في خدمة المعتمدية وفي خدمة برك الخيم وبني مجدول وكرداسة وكفر حكيم ونهية، بحيث كل البلاد اللي هي في دايرة كرداسة انه هو فعلا هيخدمها. بسم الله الرحمن الرحيم. انا عمرو ابو دعمة، اخو ياسين ابو دعمة، هو ابن عمي ولكن هو اخويا. ولما جه يترشح وجدنا فيه ان هو بيمثل الشباب الواعي، راجل مثقف، فقلنا العيله كلها وقفت وراه وعلى بركه الله ان شاء الله. انا اسمي محمد اشرف من دائره المعتمديه. الصراحه انا متفائل جدا باستاذ ياسين، هو قدم افكاره كلنا علينا على الشباب، وكلنا باذن الله يعني بنديله صوتنا، واحنا الصراحه شايفين معاه مستقبل كويس جدا هنا للدائره بتاعتنا، وباذن الله هيعمل اللي ما حدش غيره عمله هنا، وبالتوفيق باذن الله لعم ياسين. ربنا يكرمه ان شاء الله وينجح باذن الله، لانه ممكن هو يكون يستاهل كل خير بامانه. هو شاب الصراحه محترم، يعني شاب محترم اللي احنا سامعينه لحد دلوقتي ان هو شاب محترم، بس ان شاء الله يقدر ان هو يعمل لنا حاجه. زي ايه؟ احنا محتاجين كتير، يعني احنا هنا الميه الصراحه تعبانه اخر حاجه، يا ريت يبص لنا في الميه يشوف لنا الحاجات دي
وكده هو يبقى كويس عمل حاجه، ننزل فعلا نقدر ان احنا ننتخبه ونقدر نقول صوتنا. ربنا يوفقهم، ربنا يصلح كل الناس وربنا يوفقهم. محتاج منه يا حاج؟ انا محتاجين البلد بس، المرافق والطرق اللي بايظه دي هي دي اللي احنا طالبينها. حضرتك شايف ان استاذ ياسين ابو دعمه ممكن يعمل معانا الكلام ده؟ ربنا يصلح حاله وحال الناس كلها، ربنا يسر معانا ومعاه. احنا عايزين هتدي له صوتك ان شاء الله، بس يا رب يعملوا حاجه، احنا نفسنا حد ينجح ويعمل حاجه لينا بس مش اكتر. ربنا يوفقه ان شاء الله، ربنا يوفقه. عايش والسلام ياسين ابو دعمه. رمزي ايه؟ رمزي الصقر. رقم كام؟ رقم 4. رمزي ايه؟ رمزي الصقر. رقم كام؟ رقم 4. رمزي ايه؟ رمزي الصقر. رقم كام؟ رقم 4. ابن البلد ياسين ابو دعمه. ابن البلد ياسين ابو دعمه. ابن البلد ياسين ابو دعمه. رجعنا لكم أعزائنا المشاهدين تاني ومع المستشار ياسين أبو دعمة المرشح عن دائرة كرداسة. الحقيقة يعني يا سيادة المستشار، التقارير اللي أنا شفتها دي مفتحة لي أسئلة كتير جدا. يعني أنا أولا أول حاجة عايزة حضرتك تقولها لي أنك مهتم طبعا بعنصر أن في مرأة معاك في الحملة الانتخابية، أعتقد دول فريق الحملة على حضرتك والشباب، فعايزة يعني معلش تدينا حقنا شوية بقى في المرأة. أنت شايف الدنيا بالنسبة لدائرة كرداسة إزاي بينظروا للمرأة داخل هذه الدائرة، وإيه اللي مفتقراه المرأة داخل هذه الدائرة؟ أنا أولا عايز أقول لحضرتك أن عنصر المرأة يعتبر أهم عنصر أنا شايفه والله العظيم في الحملة الانتخابية بتاعتي، ويمكن الحمد لله ربنا كرمني بفريق عمل محترم من السادة المؤهلات العليا في فريق العمل بإذن الله، ويمكن شغالين كويس جدا، ويمكن برضو وروني حاجات واظهروا لي حاجات كويسه جدا. اتعلمت الحمد منهم. لله طبعا طلعوا لي شويه افكار، يعني الحمد لله طبعا، يعني هي الفكره كلها ان الانسان مجموعه من الافكار، فانا كنت وانا بشتغل في خطه العمل بتاعتي فقلت لازم يبقى معايا عنصر المراه، لان عنصر المراه هيكشف لي حاجات كتير اكتر ما انا هتعامل مباشره مع ايه، مع عنصر المراه. فطبعا في احتياجات كتير جدا يا فندم لاحظتها من خلال التعامل. اول الاحتياجات ان في عدد كبير جدا من السيدات المحترمات عندهم ابنائهم معاقين. دي انا حاجه حتى ما كنتش يعني محطوطه في الحسابات قوي، بس لقيت ان الموضوع ده كبير جدا، وان هم الناس دي بتعاني بطريقه غير عاديه وعندهم مشاكل المفروض فعلا تتحل. ابسط الامور الناس دي بسيطه، فبتيجي تقول لحضرتك ان دلوقتي انا ابني دلوقتي معاق، فانا دي من ضمن المشكلات اللي عرضت على حضرتك من الامهات جدا، يعني ده كتير، سواء بيتعمل له علاج طبيعي سواء للاسف الشديد موضوع اللي هو العقل ده. في كمان يعني ناس معلش في سنهم بيقول لك يا استاذ احنا محتاجين حد يسهل لنا الموضوع للمستشفى بتاعت العباسيه. طيب هرجع لحضرتك لما اخد المداخله اللي معايا. معانا استاذ عمرو السيد، اهلا وسهلا حضرتك. استاذ عمرو اهلا وسهلا. ازيك يا فندم الدكتور؟ عامل ايه؟ الحمد لله، اتفضل حضرتك معانا على الهواء. اهلا وسهلا. انا لا ازكي ياسين على الناس، ولكن الاستاذ ياسين مشرفين، حد محترم متعلم متكلم، وعايزين حد يحسب بمشاكل الدايره، لان الدايره دي عليها هموم كبيره جدا. وانا يعني اشفق على اي مرشح في الدايره هنا، لان الدايره كلها ناقصه خدمات، والاستاذ ياسين واعي بكل الامور اللي في الدايره محطوطه امام عينيه، وانا وهو قال ان احنا ان شاء الله نسعى ان احنا نغير فيها. حضرتك من قلب دايره كرداسه يا فندم صح؟ ايوه يا فندم. تمام. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا بيك. طيب حضرتك يعني لما استاذ ياسين خد قرار الترشح كان يعني ايه انطباع حضرتك؟ يا ريت تقول لنا. والله في الاول اشفقت على استاذ ياسين، ولكن اشفقت عليه هو لها، وان شاء الله ربنا يكرمه ويوفقه ومساعده اهل الدايره، ان شاء الله نحاول نعمل حاجه في الدايره. شكرا استاذ عمرو، شكرا لحضرتك. طيب هنرجع، حضرتك كنت بتقولي ان المرأة اكتر حاجة كانت وجعاها ابنائها المتحدي الاعاقة او زي كده، وفي برضو ناس ظروفها للأسف شديد صعبة جدا من السكن ومن المعيشة، برضو اتكلموا معنا في الموضوع دوك وفي النقطة دي. اكيد في مرأة معيلة كتير لانها بتعلى يعني مستوى الجمهورية. ده بصراحة فتح لي السبب ان انا يمكن الحمد لله في البرنامج الانتخابي انا عامل ورقة في وسط البرنامج الانتخابي طلبات الناس ايه؟ أنا عندي مجموعة من الأفكار، بس الطلبات دي هتطلع لي أفكار أكتر. لو أنا عندي معلش
20 فكره 30 فكره مع الطلبات دي هيظهر لي 100 فكره. في النقطه دي انا شفت في التقرير اللي كانت معروضه سياده المستشار ان الناس يعني مش عايز اقول محبطه بس هي ما بقاش في ثقه. يعني ما فيش ثقه يعني بتقول ربنا يوفقه بس نتمنى يعمل حاجه ان شاء الله. فازاي حضرتك توصل اهل الدايره ان هم يكتسبوا كل الثقه في حضرتك ان الناس دي متعشمه خير ان شاء الله؟ يعني حضرتك ان شاء الله قايل الناس بسيطه اه وبدا ربنا ان انا اكون عند حسن ظن الناس جميعا يا رب. ويمكن الحمد لله والله في يعني نزولي في وسط الناس وفي وسط الشارع انا بشوف مقابله بقول الحمد لله اللهم لك الحمد والشكر يا رب. بحس ان الناس بحس ان الناس ما صدقت ان تلاقي حد ممكن فعلا يتكلم بلسانهم. تمام. اللي هو بابسط الامور اللي هو ده الانسان صادق. احنا ما شفناش عنه اي شيء غير ان هو يكون انسان صادق. فدي نعمه من عند ربنا ويمكن بحمد ربنا اللي كمان في جميع الكرة. يمكن انا في كرة والله معلش يعني ممكن اكون دخلتها اعرف فيها مجموعه من الناس ومجموعه من العائلات بس لما بنزل للشارع وبنزل للناس وانا اصلا قاصد ان انا انزل بيت بيت لكل جميع كرة مركز كرداس لانه وضحت الامر دوت يمكن في بعض الندوات ان انا قلت انا مرشح لست عن القريه اللي انا بتشرف ان انا ابن من ابنائها اللي هي قريه المعتمديه اللي انا بتشرف من ابن من ابنائها ولكن المسؤوليه تحكم علي ان جميع القرى بجميع عائلتها بجميع سكانها هم محل مسؤوليتي لان انا اعتبر مرشح على مركز كامل مركز كرداس ان شاء الله باذن الله. مرشح على مستوى الجمهوريه يا فندم وفي نفس الوقت مسؤوليه شعب كامل ومسؤوليه شعب بقى فينا يا فندم في موضوع اختصاصات عضو مجلس الشعب اللي هو هندخل في النقطه دي علشان ما نحرقهاش بس عشان نتكلم عليها باستفاضه. انا عايزه اعرف يعني حضرتك عارف ان اختصاصات مجلس النواب او اعضاء مجلس النواب هو بنعتبره شق سياسي. ليه ما فكرتش انك تنضم الاحزاب موجوده او يعني ليه فكرت انك تكون مستقل؟ فالنقطه دي انا عايز اسمعها. يعني السؤال ده على فكره ممتاز جدا وعايز برضه اقول احنا على فكره ما حضرناش يعني حتى انا جيت متاخر شويه انا ما حضرتش. انا معروف عني ان انا ما حضرتش. اولا انا باجي على الهوا على طول ومبسوط جدا من الاسئله تكون بتطرح كده والله وبقولها بصدق وكويس قوي ان السؤال ده اتطرح. تمام. انا اولا اتعرض عليا كذا حزب تمام وان انا امسك موقع مميز جوه الاحزاب بس للاسف الشديد انا كنت كل ما باجي اقعد مع الناس بتوع الاحزاب قلت ليا شرط. شرطي ان انا هننزل الشارع ونشتغل على الشارع. هل ده هينفع؟ فكان للاسف الشديد ما بلاقيش. يعني مع احترامي للاحزاب وفي قامات يعني انا حزب الوفد من افضل الاحزاب اللي انا بحبها. تمام. يعني مولود بحس كده ان انا حزب الوفد بحبه. بس الفكره كلها ان انا نفسي ان في احزاب اللي احنا نشتغل فيها او احزاب يعني معلش تطور من الشباب وتنمي من الشباب. وعلى فكره دور الحزب دور بالزبط. مهم جدا بس احنا للاسف انا مش شايف احزاب بتشتغل على ارض من الواقع بل بالعكس. يعني معلش انا هبقى يعني صريح شويه. اتفضل. انا شايف ان حزب مستقبل الوطن للاسف الشديد عايز يعيد تجربه حزب سابق. وانا يعني مناشده للسيد الرئيس ومناشده يعتبر لكل اللي بيحبوا مصر احنا مش عايزين حزب واحد احنا عايزين مجموعه احزاب. مفيش حاجه اسمها الحزب. يعني انا نفسي قال انا ماليش يعني انا مسافه واحده مع الجميع. تمام. هو فعلا قال وقال انا طبعا ماليش اصلا حزب او قاعده انا اعتبر الشارع هو يعتبر القاعده بتاعتي. بس انا بقولها برضو لان للاسف الشديد ان الحزب بيستغل هذا الامر وبيقول ان هو انا بقولها لك صراحه حضرتك على مسؤوليتي المال السياسي على مسؤوليتي. لا بالنسبه لحته الحزب الواحد فانا بقولها للجميع لابد علينا جميعا ولكل محب للوطن ان احنا لازم يكون في مجموعه من الاحزاب بتشتغل على ارض من الواقع. لازم ندي تعددية الاحزاب حزبية. يا فندم بص التعدديه اساس النجاح. دلوقتي انا لو معلش احنا مجموعه اخوات هجيبها مثلا كده بالبلدي شويه احنا مجموعه اخوات اخ واحد ميزناه بقيه الاخوات بقوا ناقمين عليه حتى لو هو مميز. تمام. فاحنا لا لازم الاخوات كلها تشتغل لازم الاخوات كلها تخرج. ماذا عن الممارسات الغير مشروعه اللي بيستغلها او بيستخدمها بعض المرشحين دون ذكر اسماء طبعا وابسطها هو المال السياسي وشراء الاصوات والمغريات الماديه للناس البسيطه. هم للاسف الشديد هم بيحاولوا يوصلوا للاحزاب او بيحاولوا يوصلوا للطريقه دي ان هم بيجيبوا حشد بس هو للاسف هو مش حز هو تزوير اراده. ده انا شايفه غير تزوير اراده. انت دلوقتي لما تيجي معلش تضحك على مواطن بسيط بقلة الوعي
اللي هو واحتياجه وكلمه احتياجه دي واحتياجه لان الناس دي والله العظيم بسيطه جدا. اقسم بالله في ناس ال 50 جنيه تفرق معاها يا فندم، والله في ناس تفرق معاها ال 50 جنيه. فانت لما تيجي تستغل الحته ديك وتستغل احتياجي وتستغل اللي انا فعلا محتاج وعدم وعي وتضحك عليا عشان تيجي تقول لي خد ال 50 جنيه في مقابل او 100 جنيه او 200 او 1000 جنيه حتى في مقابل اللي انت تيجي تدي صوتك لحد، معلش انا بقولها كده، ما يستاهلش، لانه دوك ما احترمكش. معنى اللي هو يجي يستغل الصوت مزيف يعني، ده معنى اللي هو هو تزييف للاراده اصلا. وبعتبر والله العظيم اللي برضه بيساعدوا على الموضوع دول للاسف الشديد سماسره الانتخابات يا فندم. ده سماسره الانتخابات اي مرشح بيجوا له كده زي ما بقول لك كده، زي يعني مش عارف اوصفها لي. يجي لك يا فندم انا معايا بطايق، انا معايا مش عارف ايه. كنت دايما بقولها لهم ياسين ابو دعمه بنفس النص كده، ولا هيشتري صوت ولا هيضحك على حد، هو عايزها من عند ربنا ومن عند الناس الفهمه والواعيه ومن الشباب المحترم اللي عنده ثقافه، اللي ما فيش حد هيضحك على حد. صحيح. والله يا فندم ما في حد هيضحك على حد، ومن الرجال المحترم ومن السيدات، لان انا على فكره لاحظت ان يعني يمكن العاطفه والله جايه لي من السيدات، اللي هم الناس يعني حاسين ان الشخص ده هيغير، ويمكن دي الثقه الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر، ربنا بعتها لي. طيب قبل ما اطلع تقرير حضرتك وانت بتمشي كده في الشارع وفي وسط الناس وبتتكلم معاهم، حضرتك بتقول لي انك بتعدي عليهم، بتعالج مشكله او ان هم احنا ما زلنا بنقول ان هم ناس بسيطه جدا. تمام. ما فيش حاجه اسمها عدم وعي، ولكن هو الاحتياج ممكن يخليهم يوافقوا على شراء اصواتهم. حضرتك عانيت من الفكره دي؟ يعني حسيت ان في ناس بتقول لك انت زيهم، طب هتدينا كام، طب هتعمل ايه؟ قبل ما اطلع للتقرير بتاعي. كويس برضو السؤال. انا ما اتقالتليش بصراحه. يعني انا ما حدش قالها لي بصراحه، بس الفريق العمل سواء من الشباب او من السيدات اتقالت. تمام. ويمكن حتى لما هم قالوها انا استغربتها شويه. تمام. يعني في من فريق العمل من السيدات الاساتذه اللي معايا، فقالوا لي يا استاذ ياسين على فكره احنا لاحظنا يعني، بس قليل جدا يعني مش كتير والله. تمام. قليل جدا. اللي هم هتدونا كام علشان ننزل ونديك صوتنا؟ عشان اتعود وهي مجرد عاده. قلت لهم اوعوا تسيبوه الا لما لازم تتكلموا معاه. لازم تكلم. يعني حضرتك قادر على محاربه هذا المال السياسي وقادر انك تخلي الناس تدولك صوتك من غير مال سياسي؟ من ضمن الاسباب برضو اللي انا نازل، مش هقول لك بقى محارب للمال السياسي، لا، انا هفرض على الناس اللي هم يقتنعوا بالشخص اللي هو طالب، اللي انتوا ادينوه باصواتهم علشان يبقى في دين عليه، اللي هو فعلا يقدر يحقق لكم كل ما تتمنوه من افكار ومن خدمات انتوا تستحقوا ان شاء الله. باذن الله ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، احنا هنطلع تقرير صغير هنعرف فيه اكتر عن مشاكل دائره كرداسه، ونرجع لكم على طول.
رجعنا لكم اعزائنا المشاهدين مع المستشار ياسين ابو دعمه المرشح عن دائره كرداسه. سياده المستشار، يعني انا شايفه في التقرير ان حضرتك رحت اماكن كتير قوي. تمام. يعني عندنا الوحده المحليه ومركز الشباب ومدرسه ومنطقه الرشاح والوحده الصحيه، وحدتين صحيه، واحده في المعتمديه والثانيه في ناهيه. اللي احنا شفناه في التقارير دي شيء خطير جدا. تمام. يعني ده محتاج خطه قوميه، والحمد لله بس شغال على الخطه. ثواني بس نقف ناخد بس معايا مداخله الاول علشان خاطر الموضوع ده مش عايزه افصله. معانا مداخله استاذ احمد ابو دعمه. الو استاذ احمد، اهلا وسهلا. الو. ايوه يا فندم. ألو. حضرتك معايا على الهواء، اتفضل. مساء الفل. طبعا الاستاذ ياسين ابن عمي واخويا، انا بدعمه، راجل محترم، راجل مثقف، عنده فهم، عنده فكر. نتمنى يعني ان شاء الله باذن الله انه ربنا يوفقه وييسر له الحال، هيعمل حاجه. شاب عنده باور، عايز يعمل حاجه على الارض من الواقع، عايز يشتغل. تمام يا استاذ احمد. تمام. حضرتك عايز تقول حاجه تاني؟ شكرا. ماشي يا فندم، شكرا لحضرتك. انا شايفه يعني ناس كتير عماله تعمل مداخلات بتدعم حضرتك، فيا رب ان شاء الله يكون بالخير والنجاح. اذا يعني توسمت في نفسك اولا، وتوسموا اهل الدائره في حضرتك انك تكون قد هذه المسؤوليه، لان احنا شفناه من شويه ده زي ما قلت لحضرتك محتاج لخطه قوميه وخطه كبيره على يعني على فكره. وسهله جدا والله، وسهله جدا. فعايز اسمع لك ايه الخطه بتاعت حضرتك، او ايه البلان، يعني او حضرتك الرؤيه. احنا دلوقتي لما دخلنا معلش مدرسه الاعداديه، انا بشكر السيد مدير مدرسه الاعداديه بنين بالمعتمديه، انا لما رحت والله لقيته بنفسه بيشتغل في المقاعد بتاعه الطلبه، لان طبعا من يوم السبت اللي جاي الدراسه، وكان يعتبر معاه معلش العاملين، يعني مدير المدرسه بيشتغل بنفسه، فدي حاجه كويسه. ده اللي احنا محتاجينه، ومحتاجين معلش اللي احنا عدد كبير من الشباب يبقى واقف مع الناس دي. وجيت قلت له والله وسالته كده، انتوا فعلا محتاجين اي حاجه نقدر نقدمها كشباب؟ تمام. فقال لي والله يا استاذ ياسين احنا الحمد لله، ويعتبر الوزاره قامت بواجب كويس من حيث اللامركزيه، بس احنا فعلا محتاجين في خطه عمل، ان المدرسه محتاجه ان في جزء منها الهدم اعادته. فقلت له طب انتوا اتكلمتوا؟ قال لي اتكلمنا وعملنا المناشدات الكافيه وعملنا الطلبات، وقال لي ان المفروض ان 4 سنين ويتم هذا الامر. فطبعا هيبقى في دور وعبء كبير ان شاء الله عليا، اللي انا مش هخليهم 4 سنين. طب ايه اللي وصل الحال؟ يعني حضرتك كمواطن، انا هكلمك كمواطن في هذه الدائره. تمام. او هذه المناطق، اللي وصل الحال ان مستشفى من المستشفيات اللي شفناها او وحده رعايه صحيه يكون فيها عربيات للقمامه وتكون مهجوره بهذا؟ لسه هكلم حضرتك يعني دلوقتي. ليه وصلنا لكده؟ وايه نقاط الضعف اللي حضرتك شايفها اللي لازم نقضي عليها؟ والله تماما والله استاذ، انا دخلت يعني اتكلمت معاهم وقلت لهم ازاي ان في مستشفى رعايه صحيه كده بالكلمه، مستشفى رعايه صحيه، ازاي ان عربيات القمامه تبقى موجوده بالطريقه دي؟ قالوا لي احنا قدمنا العديد من الشكاوات ولم يؤخذ بها. قلت لهم مستحيل، ازاي؟ مين اللي قال لحضرتك يعني؟ الساده العاملين داخل العاملين داخل وحده الرعايه. فقلت لهم مش هينفع، وان شاء الله باذن الله انا محضر مذكره اللي انا لازم هشتغل على الارض من الواقع، مش هستنى لما ابقى عضو مجلس الشعب. تمام. انا الموضوع ده مش هينفع لابسط الامور لسبب واحد بس، ان في اطفال دخلت الطعام يا فندم. فاهمه يعني ايه اطفال دخلت الطعام؟ ودي مناشده كويس، وانا موجود مع حضرتك في الحلقه. تمام. مناشده للسيد وزيره الصحه، ومناشده للسيد المحافظ المحترم، ان لا يصح ولا يعقل ان يكون في مستشفى المعتمديه جراش للاسف الشديد لعربات القمامه، عشان ده اطفال صغيره بتخش تطعم يا فندم. تمام. اطفال صغيره بتخش تطعم في مستشفى المعتمديه. وتاني حاجه، اللي احنا مستشفى المعتمديه احنا بنطالب ان شاء الله ان ربنا يكرم وتبقى فيها جهودات اكبر، لان مش هينفع ان انا معلش المعتمديه في عدد كبير بيزيد عن ال 150 الف مواطن داخل المعتمديه عنده نقص كبير من الخدمات الطبيه. انا دلوقتي المعتمديه لازم يكون فيها مستشفى مركزيه، فلازم نشتغل على الموضوع دوت، وباذن الله جاهدا وساعيا بالقانون باذنك يا رب، اللي احنا نشوف بعض الضوابط اللي تقدر توفر لنا من مستشفى رعايه صحيه الى مستشفى كامله. بمعنى ان انا لازم دلوقتي معلش قسم العظام يكون موجود جوه المستشفى، لازم قسم الولاده يكون موجود جوه المستشفى، قسم البطنه والجهاز الهضمي، الاقسام جميعا. احنا عندنا في ناس بسيطه ما تقدرش اللي هي تروح مستشفى خاص. انا دلوقتي اقل مستشفى خاص حجزها دلوقتي ب 100 جنيه و 150 جنيه كشف. ده اكتر من ما انا اقول لك على ابسط الامور يعني. معلش انا ظروف يعني الناس اللي هي الظروف البسيطه، فهيشوف الدكتور اللي هو ده بالاضافه للادويه اللي هو هيجيبها. طب انا دلوقتي هجيب 300 جنيه منين يا فندم؟ معلش الانسان بسيط يعمل ايه؟
يسيب ابنه يموت، يسيب معلش زوجته. طيب. زوجته لا معلش يا فندم انا لازم اتكلم في النقطه دي باستفاضه، لان انا الموضوع دوت انا الموضوع ده مش انا بس لوحدي اللي بتكلم فيه، ده المعتمديه اقسم بالله المعتمديه فرد داخل المعتمديه بيتحدث في هذا الامر. تمام. ان احنا فعلا محتاجين، ويمكن في استاذ فاضل برضو لازم اشكره، استاذ علي اسماعيل حكيم اشتغل على الملف ده وكان عايز يقوم بحاجه اسمها جراحات اليوم الواحد داخل المستشفى، ولكن للاسف الشديد ما لقاش يعني المساعدات الكافيه، واشتغل مع الموضوع ده كويس. فانا بقول له ان شاء الله لو ربنا جعل لي نصيب ان اكون عضو مجلس شعب عام مركز كرداسة، لازم اكون جاهد مع كل شخص ومع كل حد بيسعى لعمل خيري وعمل في مصلحة وخدمة أهالي جميع مركز كرداسة، سواء من المعتمدية أو برك الخيام أو كرداسة أو نهية أو كمبيرة أو كفر حكيمة أو برواش، واعتزل لو أنا ناسي قرية منهم ولا حاجة أو بالمجادلة. فاحنا كلنا لازم نشتغل، كلنا بالكامل لازم نشتغل لخدمة الناس دي. طيب ندخل على الكارثة الأكبر وهي الرشاح. طبعا أنا بسميه رشاح يعني الموت. يعني احنا سمعنا مهازل لما عملنا سيرش عن الموضوع ده. بسميه رشاح الموت يا فندم. تمام. لسبب إن في عدد كبير للأسف شديد من الأطفال ومن الكبار ومعلش من السيارات وقعت، بل عايز أقول لحضرتك من الحيوانات للأسف الشديد كانت بتقع في الرشاح دوك، ويعني حاجة يعني الواحد بصراحة يعني بيغرقوا. يا فندم ازاي انا موضوع الرشاح ده بقالنا سنين بنتكلم في الموضوع دوت، احنا دلوقتي قلنا قالوا سور ومش سور وتكلفة والكلام ده، طب انا مش عايز الكلام ده كله، طب ما تعملوا صرف مغطاء في ميزانية مصروفة من سنة 2008 فندم للأسف اللي انا عرفتها كمان الامراض اللي ممكن توصل. ميزانية على كرداسة 115 مليون، فين الميزانية دي؟ تمام. احنا دلوقتي معلش دور معلش عضو مجلس الشعب دوره اللي هو مراقبه الميزانيه دي، ما هو انا لازم دلوقتي بوفر ميزانيه. كنت عايزه اقول لحضرتك هل غياب نواب المحليات هو اللي يوصل طبعا ويمكن الامور لحاجه زي كده، وان يعني اختصاصات نائب مجلس البرلمان دايما بيقول لك احنا بنقدم خدمات، ولكن هذه ليست اختصاصات نائب مجلس النواب. لا لا معلش لا معلش انا في نقطه معلش لازم اوضحها برضو الايضاح. لا مجلس النواب يقدم خدمات وده مفروض عليه بنص القانون وبنص الدستور، بمعنى ان اختصاصات عضو مجلس الشعب بنص القانون وبنص الدستور اول حاجه سن وتشريع القوانين. الراجل دوك بيشارك، مش اللي هو بيضع القانون، ده هو بيشارك في سن وتشريع القوانين، بمعنى ان عنده من نص من الدستور فوقا للنص الماده 115 و116 اول حاجه ان انا ما فيش نص او قانون بينزل الا مجلس الشعب كله، لانه هو يعتبر نائب عن الشعب اللي هو بيشارك في مناقشة يعتبر نص القانون والحاجة التانية والتصويت عليه اللي هو بيصوت عليه انه وفق لنص المادة. تمام. ويعتبر كمان ليه الحق في اقتراح القوانين وبعض الفقرات الموجودة وفقا للقوانين وفقا لنص المادة 116 من الدستور. بل كمان بيحق ليه في يعني في مواد كثيرة من الدستور ليه انه هو مش معلش ده انا دلوقتي مناقشة الهيئات التنفيذية سواء من رئيس حكومة او من جميع الوزراء. هو ده اللي انا بقوله يا سياده المستشار، ان هو دور رقابي ومتابعه الى ان تتم الخدمه التي تصل للمواطن، ولكن ان هو لا يقدم الخدمات. يعني انت مش من يعني كنائب عن مجلس الشعب هو لا يقدم الخدمات من جيبه. مش ايوه مش هتنزل انت تعمل خدمات، ولكن هتتابع من اللي انا في حاجه اسمها بقى اللي هو القسم الثاني او الاختصاص الثاني من وظيفه عضو مجلس الشعب مراقبه عذرا مراقبه الاداره التنفيذيه. تمام. اللي بتتمثل سواء من رئيس حكومه او محافظين او من وزراء او من جهات محليه او رؤساء محلية احياء او رؤساء احياء. اللي انا ابسط الامور المراقبه دي هي ده بعتبره اللي هو العامل الخدمي. وانا دلوقتي لما اجي اراقبك في شغلك كمعلش كوحده محليه، ما هو ده عمل بساعده، لازم اقول له يا استاذ لا مش هينفع، السيد المحافظ لازم اتصل بيه لو في مشكله لازم يحلها. تمام. لان احنا دي واقع مسؤوليه علينا جميعا. طيب علشان بس وقت حلقتنا عايزه يعني حضرتك تحط لي طبعا في ملفات كتير حضرتك هتكون مهتم بيها، ايه اكتر ملف يعني هياخد من حضرتك حيز من التفكير والرؤيه اللي هو اول حاجه وله الاولويه والاهميه انك تفتحه لدايره كرداسة؟ الصحه. الصحه. انا بعتبر ان ملف الصحه اهم ملف، مش دايره كرداسة بس، على جمهوريه مصر العربيه كامله. تمام. وانا هشتغل في النطاق الضيق اللي في مركز كرداسة يا فندم. انا عندي امبارح يعني من يومين على ما اظن للاسف الشديد كنت موجود في مستشفى نهي البلد، فقاعد مع الناس مع مكتب الصحه ومع الدكتوره هبه مشكورين، فبتكلم معاهم بناقشهم بقول لهم انا عايز اعرف ايه السبب ان مستشفى نهي لحد وقتنا هذا ما بقتش مستشفى مركزيه. تمام. قالوا يا استاذ ياسين تعرف نفسه. قالوا لي انت تعرف ان مستشفى نهي موجوده على كم متر؟ طلعت موجوده على 12000 متر.
ازاي مستشفى على 12000 متر لم يتم استخدامها للاستخدام الصحيح؟ لان هناك غياب للمراقبه والمتابعه. عليك نور يا فندم، مفيش حد للاسف الشديد شغال، مفيش حد نازل وبيسال ولا بيشوف. انا كدوري كنائب انا المفروض ان انا اشتغل على كده. ليه؟ علشان عندي ناس بسيطه محتاجه المستشفى دي يا فندم. عندي ما ينفعش مستشفى على 12000 متر اخليها وحده رعايه صحيه. انا دلوقتي معلش فين بقيه الاقسام؟ انا وناهيه دي اعتبر القلب، يعني يعتبر قلب مركز كرداس. انت دلوقتي لو وفرتها لي برك الخيام تقرب من ناهيه، معلش كرداسه تقرب من ناهيه، قنبره وقفر حكيم تقرب من ناهيه، انت وفرت لي. انا دلوقتي لو قدرت اوفر ثلاث مستشفيات مركزيه على مركز كرداسه وانا هسعى جاهدا على هذا الامر، ده هيبقى عامل يعني عامل كبير جدا. انا وفرت لمركز كرداسه خدمات غير عاديه للانسان البسيط اللي هو المحتاج. يعني هنقول فعلا ال 50 جنيه هتفرق معاه وال 100 جنيه هتفرق معاه ان ابنه معلش يتداوى كويس. يعني مش معلش اللي هو يبقى محروق بيه ولا واخده وبيجري بيه والله العظيم في ناس بتبكي، والله العظيم يا فندم في ناس بتبكي. بس الواحد مش عايز يصدقك، بس ده احنا بنشوفه، ده احنا بنشوفه على ارض من الواقع. تاني حاجه، انا لازم اشتغل على ملف الجمعيات اللي تابعة لوزاره التضامن الاجتماعي. انا شايف بصراحه ومش عايز يعني حد يزعل من الجامعات، انا عارف ان هي جامعات كلها محترمه وبتشتغل وعلى قدر كبير من الشغل، بس محتاجه تنظيم اكتر. فكره التكامل والتعاون بينكم وعليك نور يا فندم، محتاجه تنظيم اكتر. لان للاسف الشديد ما ينفعش، عيب قوي ان احنا نبقى في مركز كله عادات وتقاليد واعراف وناس محترمه ونلاقي ان في الارصفه شباب صغير، اطفال صغيره للاسف الشديد نايمه على الارض، اطفال الشوارع. ممكن انا اتكلمت ده اللي اطفال بلا مأوى، ممكن انا اتكلمت دوك وسردت المواضيع دي كلها على صفحتي الشخصيه. انا عايزه انهي بالموضوع ده لان ده موضوع مهم جدا جدا. انا الموضوع ده يا فندم معلش يقطع، يعني معلش يعني والله العظيم قطع قلبي ان الموضوع ده برضو من احد الاسباب اللي خلتني زعلان. ازاي ربنا يجعل على ايدك الخير، معلش ان احنا نقف، لان ده يعتبر يعني دي مسؤوليه، والله العظيم دي مسؤوليه اي فرد. ده حقيقي. طيب يعني ربنا يوفقك للخير دايما. وانا استمتعت جدا برؤى حضرتك وبآراء حضرتك، وده اعزائنا المشاهدين اللي انا بقوله ان احنا لازم نكون مبسوطين ان في وجوه شابه نازله هذه المعركه الانتخابيه. ولو اني احب اقول ان هو السباق الانتخابي الشريف والنزيه، يفترض ان هو يكون سباق محترم وليست معركه، ولكن يعني احنا بنضطر نقول ان هي معركه، خاصه اللي بنشوفه من تجاوزات غير قانونيه من بعض المرشحين ومن بعض من يتواجد في الشارع السياسي. وإن شاء الله نأمل على يد هؤلاء الشباب إن كل ده يتغير، وإن احنا نشوف مصر بصورة أفضل وأحسن، ودايما مع بعض في الإصلاح والتغيير. أشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله.